تحدثنا قبل قليل عن الكوليرا في اليمن وممارسات الحوثيين التي تفاقم معاناة المدنيين. نناقش هذا الموضوع معي دكتور محمد مصطفى ياسين من عدن، مدير عام رعاية صحية الأولية. مساء الخير، أهلا بك معنا. بتقريرنا تحدثنا عن 11 ألفا مصاب، ما يشتبه به كرقم، أنتم ما الأعداد الموجودة لديكم؟ العدد الموجود لدينا تقريبا في محافظة عدن 199 حالة، في محافظة الضالع 552 حالة، في محافظة أبيان حوالي 345 حالة. لا يوجد أي تبليغ من محافظة لحج أو محافظة شبوة، كذلك من حضرموت والمهرة. طيب والحالات المشتبه بها؟ الحالات المشتبه بها هذه هي الحالات، لكن عدد الفحوصات الإيجابية في عدن 11 حالة، الوفيات 4 حالات إلى اللحظة. في محافظة الضالع حوالي الفحوصات الإيجابية 6، الحالات الوفيات 4. في أبيان في وفاة، ولكن إلى الآن لم تطلع نتائج الفحوصات المخبرية. كيفية المعالجة إلى أي درجة هو ممكن اليوم معالجة، أم أنه نسب قليلة جدا في أمل معالجة مرض الكوليرا؟ إلى أي درجة متوفر لديكم المعدات اللازمة، الكادر اللازم؟ نحن الحمد لله لدينا كادر متميز، ونحن نعول عليه بأن يقوم هو بمجابهة هذا المرض، بالإضافة إلى دعم المنظمات الدولية ووزارة الصحة بالمحاليل الوريدية والأدوية والأملاح الإرواء التي تعتبر خط الدفاع الأول للكوليرا. نحن في محافظة عدن والمحافظات المحررة الجنوبية لدينا مراكز إرواء في كل محافظة. حددت المراكز ونبهت الطواقم وألزمت بالعمل. أيضا وجدنا دعم كبير من منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونيسف، وكذلك بعض منظمات المجتمع المدني اليمنية والمحلية والدولية. ما هي العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى هذا المرض دكتور؟ يعني دائما نتحدث بأنه الممارسات الحوثيين والتي تفاقم المعاناة، الأوضاع السيئة اليومية، إن كان من حيث التلوث، نقص الغذاء، ما إلى ذلك. من هنا ما الأسباب الرئيسة؟ السبب الرئيسي لأي فاشية كوليرا هو عادة الماء، هو المتهم الأول أنه يتلوث بمقروب الكوليرا. لكن في الوضع الحالي يمكن يكون الماء، ويمكن يكون ايضا يعني تلوث الاغذيه والاطعمه، او ممكن يكون نتيجه التعامل المصابين مع الغذاء او تقديمه لاناس صحيحين. مشكلتنا الكبرى هي في اخر في المحافظات الجنوبيه مثلا، لم نجد مصدر رئيسي لمصدر العدوى الذي هو سواء كان الماء، لكن اتضح ان هناك من خلال المنحنى الوبائي للمرض اتضح ان هناك المصدر يكاد يكون في الانسان او في الاشياء، في الحالات التي تكون كرونيك، يعني مزمنه او ايوه مزمنه. طيب انا اشكرك جزيلا من عدن دكتور محمد مصطفى ياسين، مدير عام الرعايه الصحيه الاوليه.